بسم الله الرحمن الرحيم. دي مزرعة 60 فدان، المزرعة دي 60 فدان وجهتها على الأسفلت ده، هي من عند اليافطة الحديد الصحراوي على الصحراوي على طول. دي 500 متر واجهة على الطريق الأسفلت ده، وعلى الطريق الصحراوي اللي ماشي عليه العربيات ده وجهتها 500 متر، يعني الأرض مربعة، الأرض مربعة، الأرض فيها محول خاص بيها وفيها بريد. الأرض بتتزرع محاصيل، واجهة زي الفل من ناحيتين واخدة ماسية على طريقين أسفلت على الطريق مباشر، حاجة ما شاء الله الله أكبر. فيها برين وفيها محول كهرباء خاص بيها، حاجة أرض مستقبلها جاي في منتهى الجمال. فيها برين لوحة المية فيها حوالي 700-800، بتزرع بطيخ وخضار وفواكه وكده، بس ممكن ما تزرعش موز، لما تزرع أي كده بعد أي حاجة بعد كده. عند اليافطة الحديد دي لغاية الصحراوي اللي ماشي عليه العربيات ده، أرض 60 فدان. طيب الأرض دي كان صاحبها بيطلب فيها سعر عالي، إنما دلوقتي إحنا بنتكلم في 450,000 جنيه الفدان، عقد خالص التمن، عقد خالص التمن. الأرض هي الزراعات اللي فيها، الرأي الزراعات اللي فيها كويسة جدا. الفدان ب 450,000 جنيه، الصحراوي على طول، حاجة سعر ممتاز وحاجة تشرف، واخدة ناصيتين. الأرض مربعة 500 متر كده و500 متر على الطريق الصحراوي ده، حاجة ما شاء الله الله أكبر. فيها البيت خاص بتاعها وفيها المحول الكهرباء، صاحبها بيتكلم في 450,000 جنيه، وممكن ساعة الجدية يبقى فيها تفاوض. ما شاء الله الله أكبر، بتزرع محاصيل، الملوحة فيها حوالي من 700-800، وممكن تتحلل الكلام ده من بق ايه الناس اللي ماسكين الارض. حاجه ما شاء الله 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 اكبر، ارض تنفع استثمار، دي ارض للاستثمار. هناك خالص بعيد عنها كده فيها ناس بانيه هناك هي، انما الارض وهنا ناس بانيه، الارض تنفع استثمار، واستثمار مستقبله جاي. حاجه ما شاء الله الله اكبر، جميله اهي، واخده ناصيه على اسفلتين، الارض واخده ناصيه على اسفلتين، 60 فدان ما شاء الله الله اكبر. واجهه 500 الناحيه دي اسفلت، واجهه 500 الناحيه دي اسفلت، اهي ما شاء الله الله اكبر. حاجه جميله، حاجه ممتازه، ربنا يبارك لصاحب المال ويبارك للي هيكون له نصيب فيها. الارض 60 فدان، 500 في 500، الارض واخده واجهه 500 من هنا على الاسفلت و500 من هنا على الاسفلت، حاجه جميله ما شاء الله الله اكبر. فيها البير بتاعها، فيها المحول، وسعرها بيتكلم عنها، ارض استثمار وحاجه جميله، بتزرع زراعات خضار وفاكهه وبطيخ وطماطم وبتنجان، تزرع محاصيل يعني. بدايتها من اول اليافطة الحديد دي لغايه الطريق الصحراوي ده كده 500، وكده على الطريق 500. هنكمل حاجة ما شاء الله الله أكبر، حاجة ما شاء الله الله أكبر، حاجة جميلة، حاجة للاستثمار ومستقبلها جاي. أرض خالصة مخلصة، ما عليهاش ولا تعريفة، الأرض عقد خالص التمن، عقد أزرق، يعني صاحبها يروح يسجل باسمه على طول، صاحبها يروح يسجل باسمه على طول. ما شاء الله الله أكبر، اهو الارض اهي اهي، ادي طريق وادي وادي طريق، حاجه ما شاء الله الله اكبر، حاجه تحفه للاستثمار. الارض ما شاء الله الله اكبر، الارض دي لو متصوره تسوى مليون جنيه على الفدان كده، على الطريق ده تسوى مليون جنيه، ما شاء الله الله اكبر، ربنا يبارك لصاحب المال. دي قبل واحد عمر من ناحيه اسكندريه، الارض دي قبل واحد عمر من ناحيه اسكندريه، حاجه ما شاء الله الله اكبر، ربنا يبارك لصاحب المال ويرزقه الرزق الحلال الطيب.
شكرا.